لقاءات القمة كل فرصة لها ثمن. الفرص غالبا شحيحة، المهم من يستغل ويحسم الموقف. وللزمالك قوة ضاربة كبيرة في عالم هز الشباك وتسجيل الأهداف، ففي لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته مجموعة مميزة من اللاعبين الهدافين أصحاب الأهداف الحاسمة تراهن عليهم الجماهير في حسم القمة. أول هذه الأسماء أحمد سيد زيزو، نجم الوسط وهداف الدوري وصاحب 11 هدفاً، وهو ورقة رابحة مهمة جداً في تشكيلة الأبيض، وهناك من يراه أفضل لاعب في الملاعب المصرية الآن وهو يلعب في كل مراكز الوسط. وجوكر موهوب ويملك قدم يمنى ساحرة. كبالة وزيزو، يا ولد يا ولد، يكررها يكررها يكررها. وثاني الأسماء المميزة عمر السعيد، مهاجم الزمالك وأحد أفضل المهاجمين في الدوري، لاعب سجل 6 أهداف وهو يجيد التسجيل من ألعاب الهواء، وصنع عدة انتصارات للأبيض في رحلة الدفاع عن اللقب. عمر السعيد يا ولد، عمر السعيد من أول لمسة. وثالث الأسماء هو المغربي أشرف بن شرقي، الجناح الأيسر وأحد أفضل المحترفين في مصر، لاعب هام جدا يراهن عليه الأبيض كثيرا، واستعاد مؤخرا حساسية التهديف وهز شباك الداخلية في كأس مصر، وسجل بن شرقي 5 أهداف في الدوري هذا الموسم. عند عبد الشافي اللي يلعب واحدة أمامية عند أشرف بن شرقي، بيحاول عدى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. وإلى جانب هؤلاء هناك نجوم آخرين مثل يوسف أوباما وشيكا بالا وسيف الجزيري وإمام عاشور وأحمد فتوح، لاعبون نجوم يجيدون تسجيل الأهداف في أي وقت، ويبقى التوفيق كلمة السر الأولى في تحديد رحلة أي فريق في سباق حسم المباريات الصعبة.